نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. تنبه من منامك، إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن. والشري لنفسك، الشري لنفسك، فإن السوق قائمة والثمن موجود والبضاعة رخيصة، وسيأتي على السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل أو كثير. قل الله عز وجل: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. يقول أحد الصالحين: أيها الناس، إني لكم ناصح وعليكم شفيق، اعملوا في ظلمة الليل لظلمة القبور، وصوموا في يوم الحر قبل يوم النشور. يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإن ذهب يومك ذهب بعضك، ويوشك إن ذهب البعض أن يذهب الكل. قيل في رمضان: مرحبا بالذي جاء يحمل زادنا إلى الآخرة، لا دار للمرء يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. يا ابن آدم، اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء.